أهنئكم جميعا بدخول هذه الأيام المباركة، أيام عشر من ذي الحجة. هذه الأيام التي هي أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، أيام مباركة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى، وقد مكن لنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الدنيا بحيث أدركنا هذه الأيام، وهذا فضل من الله يحتاج إلى شكر، ويحتاج كذلك إلى أن نستثمر هذه الأيام التي وفقنا الله تبارك وتعالى لإدراكها، هذه الأيام التي أقسم الله تبارك وتعالى بها، ولا يقسم الله إلا بعظيم سبحانه وتعالى، فقال والفجر وليال عشر. بل جاء الخبر الصريح عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فإذا كان الأمر كذلك فهذه الأيام لها فضل عظيم. المسلم العاقل يعلم أن الدنيا فرص، وإنما نتكلم عن أنها فرص أي فواتة تفوت، فأين عشر من ذي الحجة للسنة الماضية؟ ذهبت. أين ليلة القدر في رمضان؟ ذهبت. وهكذا ستذهب هذه، والموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل، فإنسان يغتنم طالما أنه حي على هذه الأرض قبل أن يأتي اليوم الذي يكون هو تحت الأرض. فهذه الأيام مباركة نستثمرها بالذكر، بالتكبير، بالصلاة، بالقيام، بالصوم، بالدعاء، بالبر، بالصلة، بالإحسان، بالكلمة الطيبة. المهم أن تعود علينا هذه الأيام بالخير، وأن نستثمر هذه الأوقات حتى لا تذهب هباء منثورا كما ذهبت غيرها من الأيام، والله يضاعف الأجور في هذه الأيام المباركة.